يا الله، السلام عليكم اخوان، رمضان الكريم على الجميع. ان شاء الله عندنا في فيديو تصوير على حول النقطه وشروط النقطه. ان شاء الله احنا راح نشرح شروط النقطه، لكن عندنا تصوير توضيح خاص. هاي النقطه فيما تشوفوها شغل مرتب ودرجه اولى باداره كادر نادي كردي، تحياتنا لهم، شغلهم مرتب. هذا الممر دخول الحمام منها تقريبا، من هذا ومن البرج ذاك، يعني من هاي الصفحة. الدشتة هاي كبيرة، سويت 3x6، دشتة مرتبة كبيرة. احنا استلامنا تدرون 400 طير فقط. هذا الباب مالنا، هاي النظرة على اللوفتات ما شاء الله. هذا اللوفت رقم 1، باع الشغل شلون مرتب اخوان، شغلنا كله الخشب المان، الوقافات، البيبان، الارضيه. فشوف اللوفت بارد، يعني الجو حار عندنا ببغداد، لكن داخل اللوفت هو حلو وبارد ما شاء الله. هاي تهويه بال اكيد بالشتاء او بالشهر السابع تنست، هسه احنا ببقيها من الطلاق. هاي الصفره من جوا، هذا رقم 1، يشيل تقريبا هذا 250 طير، لكن احنا نخلي 100، احنا حدنا 400 طير حتى نقدر نسيطر عليهم. اداره جيده، لوفت جيد، نتائج حلوه ان شاء الله للجميع ان شاء الله. هذا الممر، هذا بعد خشب ما شاء الله، وقافه على الشغل درجه اولى. هاي النان البوابات 2 دخول، هذا اللوفت رقم 2، هذا كبير كلش 9x5. ما شاء الله، هنا قصدنا وقافات لان احنا جبنا خير من الله ومعوض. شغل درجه اولى، رضيات اللوفت. هذا تقدر تقول لوفتين يعني، بس انا مقاس 2x9x5، مو شويه يعني كبير شله، بس هذا 400 طير تقريبا، لكن احنا حتى الحمام مرتاح. هذا اللوفت الرابع ما شاء الله باي، يعني صدق شغلنا هذا كردي بابا، شغل درجة أولى، شغل الوقافات، الخشب ما شاء الله. إخوان احنا هنا قلنا نستلم 400 طير، شروط السباق 100 دولار على الطير الواحد، جواز عندنا بخمس سباقات رسمية، عندنا تعويض على الطيور اللي تموت، الطيور اللي تضيع، عندنا تعويض، إذا عرفنا راعي الطير هسه نقدر نخابره، مثلا إذا صار خلل طير مات أو هاي نقول له يابا الطير عندك توجع أو ما تجيب لنا غيره، وإذا ما عرفناه عندنا جرد بشهر 8. باع الشغل، باع الجو منه شوي حلو. ان شاء الله الله يوفق الجميع. هذا تصوير خاص ان شاء الله راح ننشره بلوف انتاج المدينه ما شاء الله. احنا عندنا هذا اللوف جوا مستلمين، احنا 31 طير، الطيور تبقى جوا 4x5، شوف صحته جيده ماكو شيء، نصعده فوق والله يسهل.